عليه. هي مش قضية ضغط، بعد أن توقع على اتفاقية هناك التزام، التزام توقع أنه توقع أن قيادة المؤتمر والحكومة التي يمثلها المؤتمر. يعني إذا كان الواحد بيبدأ في الحديث بهذا الأسلوب الذي تتحدث عنه، يبقى كيف وقعوا جماعة دارفور الاتفاقية؟ الناس يوقعوا اتفاقية ويروا من يلتزم ومن لا يلتزم. أما إذا كنت أنا مسبقا بقول أنت لن تلتزمي أو أنت تعتبري أني أنا لن أنتزم، يبقى خلاص هذا نهاية الطريق، وصلنا إلى طريق مسدود. مما يخشى الرئيس علي عبد الله صالح؟ لماذا لا يتنحى؟ هو يخشى المحاكمة؟ لا أبدا، الرئيس عبد الله صالح بالعكس، هذه قضية إضافة الفقرة بالنسبة للضمانات لم تكن بمطلب منه، ولكن من الوسطاء أنفسهم الذي وضعوا المبادرة. تقصد يعني من مجلس التعاون الخليجي؟ من مجلس التعاون نعم. هم الذين قالوا هم الذي وضعوا هذه تلك المبادرة. مخرج آمن يتم النأي فيه بعد ذلك من أي محاكمة. ليس للرئيس علي عبد الله صالح، ولكل من عمل معه، وكل ومن الأحزاب المعارضة الكثير من عمل معه فخامة الأخ الرئيس. هل لمست من الأوروبيين تحديدا من السيدة أشتن تعويل على بقاء الرئيس علي عبد الله صالح في السلطة؟ يعني هل الأوروبيون يريدون الرئيس أن يروا الرئيس علي عبد الله صالح في السلطة؟ الأوروبيون يريدون الانتقال السريع للسلطة. بمعنى ونحن بنقول لهم نحن لسنا معترضين على الانتقال السريع للسلطة، لكن نتفق على الآلية. نحن لا نريد أن ننطلق بالتغيير ونقل السلطة من مفاهيم مختلفة. طب ما هي هذه الآلية؟ كيف ترون هذه الآلية؟ الآلية هو صندوق الاقتراع وانتخابات مبكرة. من يجري هذه الانتخابات؟ تجريها الدولة وبإشراف دولي وبمشاركة دولية. هذه الدولة القائمة الآن، يعني هناك أعضاء من العشرات من حزب المؤتمر ممن انشقوا عن هذا الحزب أساسا. يعني هناك ستكون حكومة وفاق وطني مناصفة بين المؤتمر وبين أحزاب المعارضة. يعني تريد أن تقول أنه سيعود الرئيس علي عبد الله صالح إلى البلاد ليعيد ويشكل حكومة مناصفة بين المعارضة وحزب المؤتمر، لتقوم هذه الحكومة بإجراء انتخابات؟ سواء الرئيس أو الأخ النائب إذا فوضه الرئيس بهذا. يعني يستطيع هنا نائب الرئيس عبد ربه هادي منصور هادي أن يقوم بتشكيل حكومة جديدة؟ دستوريا في غياب الرئيس نائب الرئيس له كافة الصلاحيات. طب لماذا لا يقوم بهذا الإجراء؟ لأنه حتى الآن لم يتفق مع المعارضة، هو الآن له 4 أسابيع في محاولة للبدء في حوارات مع المعارضة. ألا يجب على الرئيس يعني قبل البدء على البدء بالحوار مع المعارضة أن يقوم ببادرة حسن نية هنا ويفوض صلاحياته لنائبه إذا لم يكن هو يريد أن يتخذ هذه الخطوة؟ الدستور فوق تفويض الرئيس. الدستور الذي يمنح الأخ النائب صلاحياته فوق تفويض الرئيس. يعني أنت تقول أن عبد رب هادي منصور هادي الآن يستطيع أن يقوم بكل صلاحيات الرئيس نعم من دون تفويض صريح من الرئيس وفقا للدستور؟ نعم. ولماذا لا يأخذها؟ لأنك أجبت قبل قليل، لأن القضية هي تتطلب توافق مع أحزاب المعارضة وهذا لم يتم حتى الآن. ألا يخشى الرئيس علي عبد الله صالح أن تتحول هذه الأزمة في اليمن إلى فعلا حرب أهلية، إلى مواجهات مسلحة إذا ما استمر هذا الوضع القائم؟ يعني هو أعلن موافقته على هذه المبادرة التي اعترفت أنها ربما تشكل مخرج يجب البحث في الآلية، ولكن في الأزمة إلى حرب فعلية داخل اليمن. إذا يكفي أن فخامة الأخر في الوقت الذي حدث فيه حادث 3 يونيو وتعرضت فيه حياته للموت، أن أول قرار اتخذه هو إنذار للجيش بعدم الدخول في أي عمليات عسكرية أو رد فعل، وأوقف ما يمكن كان أن يتفجر كصراع. والأطراف الأخرى من حسن الحظ أيضا أنها لم تتخذ أي إجراءات من هذا النوع. هناك حرص من الأطراف حتى الآن على تجنب ما تتحدث عنه من قيام حرب أهلية، لكن هذا وحده لا يكفي. الذي نحتاجه الآن هو أن نبحث عن الحلول التي تقدم فيها التنازلات من كل الأطراف
التي توضع فيها مصلحة اليمن في المقام الأول. ما هو التنازل الذي يعني يستعد لتقديمه على عبد الله صالح الآن؟ أن نذهب إلى انتخابات مبكرة، أن نذهب إلى انتخابات تضمن فيها الشفافية والنزاهة، أن نفتح الباب أمام الشعب اليمني لاختيار طريق الانتقال السلمي للسلطة. وهذه مسؤوليتنا جميعا، أن نحن دعاة تغيير كما الآخرين. لا يعتقد البعض أن هناك من لا يريد التغيير، كلنا نريد التغيير يعني، لكن نريد التغيير يؤدي إلى استقرار اليمن وإلى الحفاظ على وحدة اليمن وإلى تجنب الصراعات في اليمن. يعني هل الآن يرضيك ما يجري في ليبيا؟ أنت تشمل سيناريو ليبي في اليمن؟ أنا أعتقد أن هذه أمور المفروض أن تنطلق من إرادة الشعوب، وعلى الحكومات أن تستجيب لمطالب الشعوب. نحن في اليمن، وأنا أتكلم على اليمن لأنه هناك استجابة كاملة للتغيير، وكانت هذه الاستجابة موجودة من قبل الربيع العربي. لعلمك لو قرأت الأحداث بتسلسلها الطبيعي، وكان بالإمكان أن نخرج من هذه الأزمة قبل أيضا الربيع العربي، وأمل أن نحن سنخرج منها. ولماذا لم تخرجوا منها قبل الربيع العربي؟ لأنه قلت لك مش هذا الأمور لا يحددها طرف واحد. شكرا لك.